بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الكلام كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وفيها المقبول والمردود، وفيها المقبول والمردود لتوقف الاستدلال بها على البحث عن أحوال رواتها دون الأول. وفيها يعني في الآحاد، تلك تقسيم حديث كراء وبشيء المتواتر وحديث أحادش متواتر أو أن درجة زورة تريدنا كذلك في جنة كان كيشن كهو هم الرجاء صحيح كيشن ضعيف مين ضعيف جدا من رسمانا ويا تريدنا كبدلاتي الثاني لبس زوري الرجاء كان تريدنا ويا متواتر هم مقبولة. أما أحاد شيء غريب به بهد بشكل وفرد مطلق ونسبي يعني عزيزة ويكا لسندك دا دو راوي وان راوي دو راوي هابي دو تسريبات يعني كذبه شمتل دون به لأثناء سند دا يعني مشهور سيو بدو سري وبالان نقا حديثي متواتر ومستفيه لقل في داية لقل مشهور داية جاء أحد بس الربيعي شهري إمكان حديث ابن الربيعي شهري ضعيف ويا وفيها المقبول والمردود وأحد مقبول جاي ومردود شجاي سنك تيوستي با بحثي لترجال الكامل لتوقف الاستدلال بها وي بوجيا بوجنية وي مقبولية مقبولية هذا بحث دراسي رجال الكامل حالي سندك دون الأول يعني دون المتواتر ظلام متواتر وامين. وفيها أي في الآحاد المقبول مقبول شو حديثك هذا حديثك مقبول به هو ما يوجد فيه صفة القبول الحديث صفة قبول ثابت من عدالة الراوي وضبطه الراوي كان عدل بن ضبط بن وصفة قبوله حافظ بن حجر أفرمي وهو ما يجب العمل به عند الجمهور حديث مقبول أو حديثي كتبي ستكاري في ذكرات عند الجمهور بوشي عند الجمهور كنت عندك لا 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 طوائف كالمعتزلة والرافضة وغيرهم أنكروا وجوب العمل بالآحاد أظن أحكام بأحاد يا عقائد بأحاد إن ناكره إثبات ناكره ويا جمهور العلماء أولا يجب العمل به عند الجمهور. السماع تعريفي مقبول نية كما شاكي تعريفه كل ما كان مجاري أولا تعريف الريسة السير بشواء التعريف بالحقيقة التعريف بالرسم يا بالحكم والتعريف بالتفسير تجد تفسير معنى تعريف معنى ليلة ما تعريفي كدوى بالرسم يا بالحكم حكم مقبول شيء يجب العمل به يعني ما تعريفي حقيقي مقبول لي طالما جبين تما شاكين تعريفي مردودي كدوى بتعريفي حقيقة بشواز هي كم التعريفات وفيها المردود يعني وفي الآحاد المردود وهو الذي لم يترجح صدق المخبر به يعني تنازلني أو أجبون منا ترجح عند تكذب المخبر به صراحة بشكل موضوعة لأن ضعيف جدا المهم فلم نجزني صادقة الحديث كان مقبول حتى مجهول يعني ما دام لم يترجح عندك صدق المخبر به هو ذلك نجزني صادقة يا صادق نية وخبزاني كاذبة ساقطة أذرنا إليه أو نجداني صادقة بمعنى أي مسؤول بها مهم بها مهمل بها مجهول عندي مجهول حال بها شكل وانا بدي أذرنا إليه أما تعريفي مردودة
يعني تتعريف مردود تدوب تعريفه بالحد يا يعني بالحقيقة الحد الحقيقي هذا يعني هو مقبول الجوجي هو الذي ترجح عندك صدق المخبر به أمام تعريف بس لما كلابي بس لما كلابة هو مقبول الكاذب وهو الذي لم يترجح صدق المخبر به لتوقف الاستدلال بها بالآحاد على البحث عن أحوال رواتها دون الأول يعني دون المتواتر وهو المتواتر فكله يعني فكل المتواتر المتواتر همشي مقبول لإفادته القطعة تلك مقبول المتواتر علمي أودي أداتك أو تساميها واضح تداوى راسل وصار باصل صادقا بخلاف غيره من أخبار الآحاد وتتواني أحاده لكن إنما وجب العمل بالمقبول منها يعني بالمقبول من الآحاد طالما لقل أوجد آحاد بحث أكيد الباري أحوال السندكي في مستكار بآحاد كيم لأنها إما أن يوجد فيها أصل صفة القبول صفة آحاد يعني أصلي صفة قبولي حديثك تايا كبريتيا لصدق ما خلك يعني أصلي صفة ربي تايا بتلك كذب ما خلك يعني إيشي كاني تاني يعني إيشي كاني تاني فأبو أجل حديثك صدق ما خلك أنت معروف معروف بالمقبولة أجل صدق الكذبش معروف مردودة طبعاً نا صدق معلوم بو نا كذب معلوم بو للراوية قال اسم راوية كذا أو كتاب حتى الراوية فجزاني لما سوري ذلك أقدر كذا ذلوا أو أشياء مقبول أقرنا أو ملحق رشي با كذبي كذبي ناقل يعني باوين مردود فالأول يغلب على الظن ثبوت صدق الخبر لثبوت صدق ناقله فيؤخذ به راوية زور باروني أشتلعي ديالام تسيه صادفة كصدق خبرك واستاوى لفتشي صدق ناقله والثاني يغلب على الظن كذب الخبر حديث رواية الزاني وحديثية موضوعة ضعيفة عرض السلاوة المهم بوشي بثبوت كذب ناقله كالزاني لا ثابت هو أو كسيه كرواياتي كدريان الناصر لكيدا كاذب ينفذها هي فيطرح وهو فرق بداية وحديثه صح فرق يعني يطرق والثالث إن وجدت قرينة تلحقه بأحد القسمين التحى سيميا أويا لا هشونيك بلغيك هبو لا دروة حديثك لا وضع ولا ضعف ونزيكا كيف نوضع لا صدق ولا قبول ونزيكا كيف نوضع قبول صدق إن وجدت قرينة ذكرناك أجر حالي به يعني أو دلالة خارجية وإلا فيتوقف فيه أجر بودر نكو دي خدنا حديثي مقبولة ويان مردودة أو استجي فتوقف وإذا توقف عن العمل به صار كالمردود حديثي تشكنا سواني كارثي كي وكو مردود وكوايا وكو فيه الضعيفة حتى الناضي بلان كارثي كناك يعني مشابها للمردود في عدم العمل به لا لثبوت صفة الغبي شنك ايش انا ثابت نبوة كمردودة بل لكونه لم توجد فيه صفة توجب القبول والله اعلم وقد يقع فيها يعني في اخبار الاحاد المنقسمة الى مشهور وعزيز وغريب ما يفيد العلم النظري بالقرائن على المختار خلافا لمن ابى ذلك اما بحسب الحقيقة حتى لا علمي حديث إجابات كريم مران مبحثه أصولية آية حديث آحاد يفيد العلم يعني يفيد الظن يعني يفيد العلم النظري يعني علم الضروري بدر لا عمل بدر لا عمل الحديث آحاد لا جمهوري علماء إسلام إلا معتزلة ورافض نبيت حديث آحاد يجب العمل به حتى أوانشي كارن يجب العمل به زوريني نلين حديث الآحاد يفيد الظن
ألين حديثي متأحد ولو واجبي شكالي يمكن شرعا فلم آية علم بخشي الظن شيء بخشي ظن بخشي جمهور واضح كم العلماء ألين علم بخشي فلم لرأتي ذا في علم بخشي أو إيش الصحيحة علم بخشي يعني صحابة بونمنا لسر نجم نكسي غادوة وجوتي تحويلي قبل ويداوة هل سبني الرجال صور ينفضوا وينفضوا بيت الله الحرام يكفر او يكفر وصوبهم بو يمان شن كثبونا يا كثب يا شن كثب كي كمبونا المهم متواتر ما بنا احد او يكاشر حشي ديها صدها نمونها صدها نمونها هل هذه في غنبر الإسلام وفي غنبران نزل همي بساكا كسب متواتر بيك جابتك يغنبر ناطرة القولي يعني بويا عام شمشنا شمشنيك أهلي بالعدل في كبلوا آحاد ومتواتر وأمانة هموي شيء هموي درجاية بو إسقاطي جي إسقاطي دين وأخبار عموما حديث آحاد يفيد العلم والعمل معه هو راجح يفيد العلم والعمل معه أما أجل لمسألة يقذابه متعارضه أو كاتا إمكاني بحثي هير يعني مرتبي إفادة كبوة نمونة شنع علم بخشة آية علمي بخشة يقينة يعني كمثل له ولم على سبيل الإطلاق أولين حديثي أحد كلها يفيد الظن غلطا ما والله جاري واهية كنت خزينة جود وقتها كان طبعا لو شيء اتفاقي كان كبيرة بيكوه يعني قلنا هل هي اواني مستقى يعني وزري طبعا كنت كي زوز بدين وستفاد يك بس فيها مكان المطمئني بس احنا كثيرا بويا بوشي و نتبيه لبيني شخص كان سهل مسألة اوية وقد يقع فيها في احضار الاحاد المنقسمة الى مشهور وعزيز وغريب ما يفيد العلم النظري علم نظري كان ما يحتاج إدراكه إلى نظر واستدلال حديث آحاد يفيد العلم النظري بلانشي بالقرائن يعني حافظ بن حجر لبين علماء فما الجواز علماء زوجين مرين حديث آحاد يفيد الظن لكن جمهور علماء إسلام رنشي رن يجب العمل به يا بها إلى أحد أرى حافظ ابن حجر الله حديثي أحد همية شدر جميع هر حديثي خليناها ورين لقلابي ورين مقوياتي لقلابي أكثر حديثك أحد فيه يفيد العلم ما يفيد العلم النظر بالقرائن على المختار يعني على الراجح أما جمهور علماء قالين لا يفيد لا حديث الأحاد لا تفيد العلم مطلقا قال خلافا لمن أبى فكي شواني أوي كأن سيقبونا قلنا قولي إمام أحمد قال يفيد العلم مطلقا حديث أحد يفيد العلم مطلقا أويك أعلم حديثي أحد لا يفيد العلم لا علماء جمهور بمن إيشي كان حافظ الحجارين بام ببواج بغين بلانس كان مردودة أجل حديثي مقوياتي لقلاب وقرائني لقلاب وإستديق ذلك قرائن باسكا هو يفيد العلم والبوان مطلن راجح كامية قول في أحمد كل حنبلة يعني أواني كواء أعلم حديث الأحد يفيد العلم والعمل معا والخلاف في التحقيق لفظي والخلاف في التحقيق يعني في النظر الدقيق قال حافظ الله أقربين
وذو من ولق فتان لم علم عنك خلاف لن يوان ده هي آية حديث أحاب يفيد العلم يان لا يفيد العلم أضياء إلى فكل لفظية غير أبزان خلاف لفظي وخلاف حقيقي جيا أويا أجل تشتك بين البنيات ننرى لسا الخلاف منو تون نشتك ده خلاف ما بيك فكان من خلاف فكما بس دناو ذلك المعروف دعنا ذي هيش بناء احكام هيش تك بنياد نبنى لسا خلافة في منتو او خلافة كلا خبير اما اقشتك نسلوي تو نسلوي من بنياد ذا او خلافة كشيا حقيقي بون منا فرض واجب فرض واجب لا جمهور علماء يصور فرقيني فرما لا احنا قلن فرض واجب فرقيني فرض واجب فرقيني قلن اويك بمتواتر هاتبير بسر فرض او يكب احد على البيت بسر واجب او انكاري فرض كاد كافر به او انكاري احد كاد كافر ناد هنه العلماء دي اران هيش خلقينية مادام مواجب لروي كادوا لروي كادوا هاي بيع اشتريت وانجامي بدي للاي احنا خلنا اي جمهوريش واجب كاد لروي كدوء ببيش كابو الخلاف لفظي خلافة كل لفظي الله هندك العلماء اللي قالنا خلافة كل لفظي نيش ما دام هندي احكام بنياد مراوة لسر ام خلاف الجمهور لغا احنافة وهي خلافة حقيقية كم احكام بنياد مراوة ونمنا او ايك انكاري فرض كاد كافر به او انكاري فرض واجب كاد كافر نادي كابو خلافة حقيقية لفظي نيش بوي الله لما تقلش له إلى فقشية لفظية لأن من جوز إطلاق العلم قيده بكونه نظريا الله كجمهور ألم لا يفيد العلم بل يفيد الظن الله أوانش كالبران بدأ ألم يفيد العلم فنالا يفيد العلم الضروري علم يقين بخشية علمي في النظرية رجل يعني بدليل تو إثبات التدوى أو استعواء يعني فهو لا يود بنوى أواني كأرين لا يفيد العلم وبس لا يفيد العلم اليقين أواني كأرين يفيد العلم أرين يفيد العلم النظري لا اليقين فهو تجانعة الشيء كان نوان ده نية ما دام أعوها بيه خلافك شيء خلافك لقضية لأن من جوز إطلاق العلم قيده بكونه نظريا وهو حاصر في عن الاستدلال ومن أبى الإطلاق يعني إطلاق العلم عليه خص لفظ العلم بالمتواتر عن متواتر تنهى علم له وما عداه عنده كله ظني لكنه يعني من أبى لا ينفي أن محتفى يعني مقتولنا فلم أول شيء كمنع علمه قد أحد الله حديث لأحد علمنا بخشي فلم هورا يا الله أبي هاوراب لقل ما نكا الحديث يك شن هاوري بلقيكي لقل ده شن علامو نشانيكي لقل ده بي أو راج احترا قلنا حديث يك البخاري مسلم ده بي لقل حديث يك كالسلمي بالمازين أو أحد إيش أحد فلان كان ينبقوا التدن أمين قريني لقل هذا لكنه لا ينفي أن محتف بالقرائن أرجح مما قلى عنها يعني عن القرائن والخبر المحتف بالقرائن أنواع حديثك قولك خبرك كمقترن بالقرائن لغردة قريناها بيت سنجولك منها ما أخرجه الشيخان إذا لو قريناها أقل حديث أحاديش بيت يفيد العلم أوليك لبخاري مسلم ده بلان لصحيح كان في صحيحيهما مما لم يبلغ حد المتواتر حد التفقه المتواتر نبي أحد به ولبخاري مسلم دعات به فإنه احتفت به قرائن منها أو سنقرينيك حاتوا سنقرينيك لقلبا يكم جلالتهما يعني عظمة مرتبتهما وكان مرتبيك لوفاية ودعاني جولا بسبب شدة احتياطهما في شروطهما بسبب شدة احتياطهما في شروطهما
أنت وتقدمهما في التمييز الصحيح لم يقع عليك في حديث صحيح تصنيفك روايتك كيف كان المصحيح داناوة لهذا هم يشان أو لا تلك ومن الصحيح ابن حبان الصحيح أبي عوانا وباقي أوانيت الشرط الصحيح بخاري مسلم هميان أو لا تلك وتقدمهما في تمييز الصحيح على غيره وتلقي العلماء كتابيهما بالقبول علماء هرهم علماء هرهم علماء الإسلام علماء أهل السنة وأهل حق قبول بخاري مسلم فتوى وهذا التلقي أمر بإذن وقبول كذنة وحده أقوى في إفادة العلم من مجرد كثة الطرق ولنا حديث تمرجيك شيئا رمل بخاري مسلم دانوي هل بقد هو بقوته كذا بخاري مسلم لها يتبوني لبخاري مسلم بقي قوته من مجرد كثة الطرق القاصرة عن التواتر يعني تمرجيك برمل يشبه حديث متواتر إلا أن هذا مختص بما لم ينقده أحد من الحفاظ إلا أو حديثان نبي البخاري مستمدع هاتون عندك لا علماء نقدا لهندك رواتكاني قتوى وقدار قطني الدار قطني كذي هي بناو الإلزامات والتتبع عندك بخني البخاري مستمدوا عندك روايات البخاري مستمدوا طبعا حمون نقدكاني محلولا همو نقدكان محلولة يعني طرق كان عندك ضعف شتاها به برام حديثة كان همي صحيح بما لم ينقده أحد من الحفاظ مما في الكتابين وبما لم يقع التجاذب بين مدلولين برام أو عن جنبك حديثة كان متعارضا برام ناسخ منسوخ كالنسخ والتعارض مما لم يقع التجاذب بين مدلولين دو حديثا خبش إلى بخاري داهية ولا حديثا كان تجبير يا ناسخ منسوخا يا متعارضا أبي ترجيح لنيواني أنا بكي مما وبما لم يقع التجاذب بين مدلولين مما وقع في الكتاب حيث لا ترجيح لاستحالة أن يفيد المتناقضان العلم بسبقهما كنت ناكر يا هبي كان متعارضا هبي كيشان يفيدان العلم من غير ترجيح لأحدهما على الآخر وما عدا ذلك يعني وما عدا ما استثناه بقوله إلا أن هذا مختص أو أنا بيحكى استثناء كده فالإجماع حاصل على تسليم صحته اتفاق علماء هيئة صحة بخاري ومسلم فإن قيل إنما اتفقوا على وجوب العمل به لا على صحته منعناه الله يقول تسجد كما مرض اتفاق علماء لسد او هيك كاريا في بخاري مسلم نقل السرويه صحيحا الله يقول سيما منعي وسند المنع دليلنا انهم متفقون على وجوب العمل بكل ما صح عنواني شنك علماء اتفاق ان هي لسد او هيك واجب عمل بها مو حديثك بكره لا تجا اقل بخاري مسلم جانبه يعني بس بخاري مسلم لكن بكل ما صح ولو لم يخرجه الشيخ كاتي علي البخاري مسلم اتفاق ان ترى خبان علي بن ماجه خبان علي ابو داود اگر بس بو حب بو عمل كذن به كذب بو عن شغلي كما دام بو مزوم جانب تنها علي مسألة عملية مسألة يفادى علم فلم يبقى للصحيحين في هذا مزية يعني اختصاص والإجماع حاصل على أن لهما مزية يعني مميزات اختصاصات فيما يرجع إلى نفس الصحة نعل لبأوي كصحيح تنم قاري مسلم لبأوان في الصحيح تنم وممن صرح بإفادة ما خرجه الشيطان العلم النظري لو علمانيك ألين أو بخاري ومسلم روايات فدوى يفيد العلم بلام كان علم العلم النظري لك العلم الضروري يعني اليقيني يكتب لو أنا الأستاذ أبو إسحاق الإسرائيلي الأستاذ كلمة أستاذ كلمة معربة لأصل عربية وهذه في شغلين عربية بوم معناه للسيدة وهاتوا جاء الله أعلم صحيحة ويا لأستاذ وهاتوا
يا كرديه يا فارسيه يا تركيه لو تزمانيه عندك اذا شرعها لن تركيه قصطاع دعيب عندك كلمات يا اجل تعريبي كي بكي عربي ذلك بداني قلت استاذ في استاذه استاذ او شواء بوتان عربي ولنا عربي كلمه استاذ كما زر كم بكات ديت لدى قديم الاستاذ ابو اسحاق قال لك اشتا قلت انا لا قول عرب وقيم الجداوى استاذ بني فلان قلنا قبل شيء قولي قوم كيان بكجي ستتكيان غير اشتكيان بكجي قال استاذ بني فلان يعني قتلوا سيده وسيده كان قولي كان قولي جداوى الكلمه يا كوان السيد استاذ بني فلان يعني قتلوا سيده بلان اويك مناسبي زر وقود بي اويك لا قصطاور جداوى شكا بوكسك كماهر بالعلم الاستاذ ابو اسحاق الاسرائيلي بياء ومن ائمه الحديث ابو عبد الله الحميدي وابو الفضل بن طاهر وغيرهما ويحتمل ان يقال المزيه المذكوره كون احاديثهما اصح الصحيح احتمال الشغلين باقي أمان إدريس صحيحا بلا معنى أصح لمقارنه ومنها المشهور أجل حديثك مشهور هو باع حديثة بلا قريني إزياتيك يا أبو أوي كشيبة يفيد العلم إذا كانت له طرق متباينة أجل تنظيم مختلفة يعني حديث مشهور هو تنظيم جوازي هذا يعني صحابيه وشواء حديث الروايات كان طبعا اجل كم صدر قاشي هذا صد صحابي الزوادي كان هل هم طريقه كان ضعيف جدا حديث كان هذا مشهور لا اول ده كان بعد ما جدوا واذا كان له طرق متباينه سالمه من ضعف الرواه والعلل ومن صرح بافادته العلم النظري من سالمة من ضعف الرواة والعلل ثمن القابحة أجل والله العلل غير قابحة أو حتى المشهود الناس وهي العلل القابحة وممن صرح بإفادته العلم النظري الأستاذ أبو منصور البغدادي والأستاذ أبو بكر بن فورك وغيرهما أما نسى يشهد وبعورا وعكا يفيد العلم ومنها المسلسل حديث غير مسلسل به يعني مسلسل بالأئمة يعني كم إيمان بواجهك حديثك شن كتلي في زور موثوق لعلم إمام جورا لعلم رواياتي كان با غريب به يا با يعني عزيز به يعني با مشهور به يفيد العلم با متواجد جنس حيث لا يكون غريبا كالحديث ومنها المسلسل بالأئمة الحفاظ المتقنين حيث لا يكون غريبا يعني متفردا في السند فلان أوليك صحيحة ولو شيش بيت ولو غريبش بيت جاء مسلسل مرجنية أوليك كتك رواياتك كتك فيش متابعي بيت تسلسل هلوانية تسلسل أجل مجموعية راوي زور بقوة إمام عن إمام عن إمام بوشي ورواياتي تن مسلسل بالأئمة مسلسلة ويا مسلسل بالأئمة في الحفاظ المتقنين حيث لا يكون غريبا الله أعلم مرجع غريب لا غريب من هر مسلسل بالأئمة وهر مختص بالقرائن كالحديث الذي يرويه أحمد بن حنبل مثلا حديثك نامي أحمد روايتك ويشارك في أن يتابعه فيه غيره عن الشافعي كتب ذر روايتك يعني متابعك شهادة عن الشافعي ويشارك فيه غيره عن مالك قال الله ويك لما رفش ذر روايتك كتب ذر شد فإنه يفيد العلم عند سامعه بالاستدلال كتب يتأمهم إماما لم حديث داهم مسلسل بالأئمة من جهة جلالة رواته
وأن فيه من الصفات اللائقة للمجرم القبول ما يقوم مقام العدد الكثير من غيرهم ولا يتشكك من له أدنى ممارسة بالعلم وأخبار الناس أن مالكا مثلا لو شافهه بخبر أنه صادق فيه. يعني أجل تسعي وتناء مالك من حولي كيبت بس مالي قوي لغاية حتى أقولي أليه وإيش كشيء كشانية لغاية صادق لقال وجده. فإذا انضاف إليه من هو في تلك الدرجة والله ما كشافهي كتقالي ويزياد له ازداد قوة وبعد عما يخشى عليه من السهل. وهذه الأنواع التي ذكرناها لا يحصل العلم بصدق الخبر منها إلا للعالم بالحديث. يا باسي الموضوع أكين أقرب ونمنا قرائن هذه وعوامي خبر يا كسر كبون من حديث شيء بجودة عادي يكسر حديثك يعني بغلي حديثك مباسكة نازل أهمو قرائن ومتابعات وأهم كتبات هيا حتى قليلة قال روداني علمش بوفتح كشار جابي. وهذه الأنواع التي ذكرناها لا يحصل العلم بصدق الخبر منها إلا للعالم بالحديث المتبحر فيه العارف بأحوال الرواة المطلع العلم. وكون غيره لا يحصل له العلم بصدق ذلك لقصوره عن الأوصاف المذكورة لا ينفي حصول العلم للمتدحر المذكور. الله أقول تسيق بين الله شو علي قرائنها قرائن كانش عوامي خلما يزاني كوابو جي ممكن عوامي خلص هرك حديث فأبي سن راوية بيت خبريش المباسكة قرائنها قلت بالي أوان مني بلان أصلي خبرك يفيد العلم ينه يفيد العلم قلان راسية أم تريشي ناري هل أصل مذهبك أو يكا خبري ثقة يفيد العلم بس كاريش جمانك الدينية خبرتي ولجده يجب العمل به ويفيد العلم والله أعلم. ومحصل الأنواع الثلاثة التي ذكرناها الله أجل كتك كينوا أو تجوريك قرائن ينتاب الوسبيل تمكن أن الأول يختص بالصحيحين يعني هل حديثك إلى صحيحين بني أحاديث بيت يفيد العلم إلا أو حديثانيك استثنائك علماء النقد يعني قطوة لي يعني حديث يك منسوخ به يعني حديث يك حديث إسلام متعارضة علماء وجوه ترجيح متاية مختلفة أو أنا إفادة علمنا كما باسكي يفيد العلم. والثاني بما له طرق متعددة هل حديثك الشمرجي شهبه. والثالث بما رواه الأئمة حديثك إشكا إما مكان على المزورتان في آيات كذبت وأشكريت بونمنا لحديثك ذا هذي شكوبته. ويمكن اجتماع الثلاثة في حديث واحد فلا يبعد حينئذ القطع بسسه أجل واحد أو شاتا ناكرة بلين ورنا جيلي وأمش هو ده. والله أعلم وصلى الله على محمد.